لك عبد الرحمن. أسامة هوساوي أحييك. الهلال أول المتأهلين لبطولة أو لنهائي بطولة كأس سمو ولي العهد. أول شيء الحمد لله على كل حال، ألف ألف مبروك لجميع الهلاليين تأهلنا لهذا النهائي الكبير. يعني الحمد لله اليوم يعني الفوز له طعمين، تأهلنا نهائي وفوز بمباراة ديربي، وأيضا لا تنسى أنه فترة طويلة ما لعبنا مثل هذا المستوى. اليوم روح الهلال رجعت، مستوى الهلال رجع، كل شيء يعني الهلال رجع اليوم ان شاء الله من اليوم بدايه عوده الهلال لوضعه الطبيعي. عطني اسباب الرجعه ما بين الروح وايضا عوده فنيه. والله شوف الروح موجوده يمكن من اول، لكن كان المستوى الفني تعرف يمكن مدرب يعني جاي نص الموسم ويبالك وقته ما تتاقلم مع طريقه المدرب، فحاولنا قدر المستطاع المباراه السابقه كانت في ظروف كثير ما نقول نعتذر اصابات، لكن الفريق يعني احيانا التمرين تكون 15 لاعب 16 لاعب، يعني الاسبوع ذا يعني كل اللاعبين عادوا وكل المجموعه متواجده، الكل كان متحمس لهذه المباراه وركزنا واجتمعنا مع بعض يمكن قبل المباراه والحمد لله هذا اللي حصل. اسامه اسالك عن الاهداف، اتت في بدايه الاشواط، بدايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني، هل هذا تكتيك من المدرب؟ والله شوف احنا لنا يمكن اخر ثلاث مباريات اخر اول 10 دقائق الشوط الثاني يجي في بابه، نقول اليوم حاولنا انه نحاول نغير يعني هذا الشيء اللي قاعد يحصل. كنا دائما اول 10 دقائق ضد الاهلي ومباراتين ضد الاهلي اول 10 دقائق يسجل فينا اهداف، ولكن حاولنا مباراه اليوم اننا اول 10 دقائق احنا اللي نبادر، وهذا اللي حصل حسب توجيهات المدرب. اسالك ايضا في ذات الوقت كثره الفرص الضائعه، انا حاسب عليها المهاجمين اليوم بالنسبه للهلال؟ والله اهم شيء فزنا الحمد لله. يعني هذه الكوره صعب انك نادرا ما يكون فيها نتائج كبيره، لا تنسى مباراه ديربي واعصاب والكل بيسجل ومباراه كوس، اهم شيء انك تتاهل وطبيعي هذا اللي قاعد يحصل، الاهم انك تتاهل الحمد لله. سؤال تقليدي لكن بما ان الوحده طرف تتمنى تشوفها بالنهائي؟ والله زمان الوحده اكيد يعني اتمنى تشوفها بالنهائي. اي طبيعي، الله يوفقهم والله يوفق الاتفاق، لا يزعل علينا، اتمنى التوفيق للجميع. شكرا.